الهدف من هذه البطولة أصلا هو للاعتماد على الفئات السنية وتقديمها بالطريقة الجيدة ومزيد من الخبرة والاحتكاك الذي يحدث، وأعتقد أن الكل شاهد النتائج الجيدة لهذا الأمر، والحمد لله أنه تم بشكل ممتاز في هذه البطولة اللي تقام أو تعود بعد غياب طويل وتعود بشكل مختلف جدا. وجود منتخب السنغال أو مدغشقر تحدثنا عنه من البداية بسبب أننا نريد أن يكون هناك احتكاك أفضل، قدرة أكثر، وهذا الذي تم في هذا الأمر. تحت 17 سنة إن شاء الله سيكون لدينا دعوات موجهة للمنتخبات من أوروبا ومن أمريكا لمزيد من الاحتكاك، لأن هناك رغبة لدى الاتحاد العربي أن يكون أو يكون بطولاته للفئات السنية فيها اكتساب لمزيد من الخبرات. تمام دكتور، ليش البطولة في منطقتين الرياض والدمام؟ ليش ما كان في نظام موحد يعني في تجمع في منطقة واحدة؟ والله لوجود يمكن 4 مجموعات، فأردنا أنها تنتشر أكثر ويكون أكثر حضور لها، أو على الأقل يعني يكون في عندنا فرص أكثر حتى في التدريبات وفي الملاعب، وهذا الأمر تم والحمد لله أنها تمت بطريقة جيدة وجدولة مناسبة. مبروك نجاح البطولة. نتمنى التوفيق. شكرا لكم. شكرا.